مرة تانية مع حضراتكم وبنتكلم على الحاجات اللي هي بتأثر على البرفورمانس أو الأداء بتاعنا في شركاتنا كلها. أكيد واحدة من أهم الحاجات اللي هي بتأثر على البرفورمانس بتاعنا اللي هي ذكاء الموظف أو ذكاء كل واحد فيه. كتير مننا بيسمع عن الاي كيو تيست. الاي كيو تيست ده بيبقى واحد من الاختبارات اللي هي بيمر بيها اي حد بيبقى متقدم لوظيفه في عدد من الوظائف. طيب الاي كيو تيست ده اللي هو الانتليجنت كوشنت او معدل قسمه الذكاء، هو من اسمه كانتليجنت كوشنت او كمعدل قسمه الذكاء، هو بيبقى حاصل قسمه العمر العقلي للشخص، وده اللي هو كذا اختبار بيمر بيه الشخص اكوردنج ليه او حسب عمره، بنقسمه على العمر الرقمي للشخص. العمر الرقمي للشخص ده اللي هو عمر الشخص بالسنين. حاصل القسمة ده بنضربه في 100 وبيديني رقم، الرقم ده بيبقى بوينت معينة. فسي مثلا الرقم ده طلع من 85 ل 100، من 85 ل 100 ده بيبقى عند 70% من البوبيوليشن، وده بيبقى افريج اي كيو، بيبقى الاي كيو او نسبة الذكاء بتاعته نسبة متوسطة. من 116 لحد 121 ده بيبقى سوبيريور اي كيو. السوبيريور اي كيو ده اللي هو من 116 لحد 121 ده بيبقى موجود في 17% بس من البوبوليشن، وده بنطلق عليه سوبيريور اي كيو. لو البوينت دي طلعت 143 ده بيبقى جينيوس، وده عند 1% بس من البوبوليشن. لو طلع 164 ده بيبقى جينيوس، وده بيبقى واحد من كل 30,000. ده زي مثلا زي اينشتاين وزي الناس اللي هي بتفوز بمسابقات للشطرنج او بتعمل خطط للشطرنج او بتبقى مميزه جدا عالميا، بتبقى حاجه مش متكرره زي ما بقول لحضراتكم. ده بيبقى واحد كل 30,000، من كل 30,000. بالرغم من كده ان كتير جدا من الناس اللي بتبقى متقدمه للوظائف دي او بتبقى جايبه سكور عالي في الاي كيو، يعني المفروض ان هي عندها نسبه ذكاء عاليه، بلاقيها مش ناجحه في الشغل. والاكتر من كده اللي بلاقيهم كمان هم مش ناجحين كمديرين، بلاقيهم مديرين عاديين، مش مديرين مميزين، او مش مديرين نسبه شغلهم او نسبه الاداره بتاعتهم بتتناسب مع نسبه الذكاء بتاعهم او مع الاي كيو اللي هم جابوه، مع الاي كيو بوينت اللي هم جابوه. فالتفكير ليه اللي خلى الناس دي بالرغم ان هي ليها هاي او بتجيبوا سكور عالي في الاي كيو، الا انها في شغلها او في ادارتها للامور داخل الشغل مش بيقدروا يوصلوا للبرفورمانس او ليناسب او يتماشى او يعمل ماتش مع الاي كيو اللي هم جايبين. هو الاي كيو بشكل عام ده بيقيس نسبه الميموري، قد ايه هو بيتذكر المعلومه، الاناليتيكال سكيلز اللي عنده، قد ايه هو لما بديله مجموعه من الداتا او مجموعه من المعلومات بيقدر يعمل لها اناليسز ويقدر يعمل لها تحليل، بيقيس فهمه الجيد للامور. طيب بالرغم من كده الى ان الثلاث حاجات دول او الاربع حاجات دول برضو مش بيقدروا يميزوه في شغله اللي هو بيقيسهم الاي كيو ده، لان في نوع تاني من الذكاء مهم جدا غير الاي كيو او غير الانتليجنت كوشنت، مهم جدا وهو اللي بيتحكم في 80% من نجاح الناس دي، بيتحكم في 80% من نجاحنا كلنا، مش نجاحنا في الشغل بس، لا ده كمان في نجاحنا في الحياة، في نجاحنا في السوشيال لايف بتاعتنا، في نجاحنا في ان احنا نحافظ على شغلنا، ونجاحنا ان احنا ناخد تايتلز اعلى ونترقى في الوظيفة بتاعتنا ونكمل في الوظيفة ونروح مكان اعلى وشركة اكبر الى اخر. طيب ايه هو الذكاء اللي متحكم في 80% من شغلنا او من البرفورمانس بتاعنا ومن ادائنا في الشركات؟ ده اللي احنا هنطلق عليه الايموشنال انتليجنس او الذكاء الانفعالي. ليه هو ليه الاهميه دي وليه احنا بنتكلم عليه النهارده؟ هو اول واحد اتكلم عليه هو دكتور دانيال جولمان، وده انترناشونالي نون سايكولوجيست، وعمل ليه كتاب سنه 1995 وسمى الكتاب بنفس الاسم الايموشنال انتليجنس. الكتاب ده اترجم لاكثر من 40 لغه في العالم كله، اتطبع منه اكثر من 5 مليون نسخه،
الكتاب ده كان بيست سيلرز في اكتر من بلد، كان اكتر كتاب مبيعا في اكتر من بلد، والنيويورك تايمز صنفته ان هو احسن كتاب لمدة سنة ونص في النيويورك تايمز، والتايم ماجازين قالت ان هو واحد من احسن 25 موست انفلوينشال بزنس مانجمنت بوك، واحد من احسن 25 كتاب مؤثرين في علم الاداره، او اتكلموا على نقطه افادوا الاداره او افادوا الناس اللي هي شغاله في الاداره. هو ايه الفرق بين الايموشنال انتليجنس والانتليجنت كوشنت؟ ايه الفرق بين الذكاء الانفعالي اللي احنا بنتكلم عليه النهارده والذكاء العادي اللي احنا عارفينه، اللي احنا بنقول ان الانسان ده ذكي او الانسان ده مميز او عنده قدرات ذكائيه اعلى من غيره؟ اول فرق ان الايموشنال انتليجنس زي ما احنا لسه قايلين بيتحكم فيه 80% من نجاحي في حياتي في شغلي وفي حياتي الخاصه وفي علاقاتي مع الناس، في حين ان الذكاء العادي بيتحكم فيه 20% بس. ده اول فرق. تاني فرق ان الايموشنال انتليجنس داخل في اذر فيل تانيه غير الشغل، يعني داخل زي ما بنقول في مختلف نواحي الحياه، لكن الانتليجنت كوشنت داخل في ناحيه واحده بس اللي هي ناحيه الشغل بتاعي. الحاجه الثالثه ان الايموشنال انتليجنس انا اقدر اطوره، اقدر اعمل له ديفلوبمنت، اقدر اتدرب ان انا اطور من نفسي فيه، اقدر اتطور ان انا ازود من قدراتي فيه، في حين ان الانتليجنت كوشنت ده في الغالب حتى لو طورت من نفسي فيه هيبقى بريت محدود او بمعدل صغير، مش هقدر ازيد عن كده. فبالتالي الايموشنال انتليجنس يهمنا جدا، لان هو حتى لما بتكلم عن الخبره اللي اكتسبها الموظف او الشخص في حياته والعلم اللي اتعلمه وكل حاجه هو اتضافت له، او اللي احنا هنسميها التكنيكال ابيليتيز، حتى ايفن التكنيكال ابيليتيز، لو انا بتكلم على التكنيكال ابيليتيز وحطيت التكنيكال ابيليتيز دي الذكاء العادي في كفه وحطيت في الكفه الثانيه الايموشنال انتليجنس بس، هلاقي الايموشنال انتليجنس تلتين النجاح، تو ثيرد للنجاح، يعني كل الحاجات التانية اللي بتعلمها، الخبرة بتاعتي، كل الحاجات اللي اكتسبتها في مراحل عمري دي هتمثل تلت النجاح، في حين الايموشنال انتليجنس لوحده بيمثل تلتين النجاح. فبالتالي هو ليه سكور عالي جدا، بيضيف لي وبيفرق معايا. زي ما نشوف مع بعض، بالرغم ان هما الاثنين مهمين، سواء الذكاء الانفعالي او الايموشنال انتليجنس او الانتليجنت كوشن اللي هو الذكاء اللي احنا بنتكلم عليه، صحيح هما الاثنين مهمين في حياتنا، لكن الاي كيو ده بيجيب لي وظيفه، ده بيخليني اشتغل، بيخليني لما ادخل داخل انترفيو مقدم الوظيفه ما، بيخليني ان انا تبقى فرصتي عاليه في ان انا اتقبل. الايموشنال انتليجنس ده اللي بيديني فرصه كبيره للترقيه، بيديني فرصه كبيره ان انا بروموتد، يعني الاي كيو ده بيجيب لي الوظيفه، خلينا اتقدم كموظف او فرصه عاليه ان انا اتقبل كموظف، في حين ان الايموشنال انتليجنس ده اللي بيديني الترقيه، ده اللي بيديني بروموتد، ده اللي بيخليني اكمل في الشغلانه، ده اللي بيخليني ما اقفش مكاني في نفس التايتل واقعد سنين كتير قوي فيه واضيع سنين كتير قوي في تايتل واحد. عايزين نعرف ايه هو الايموشنال انتليجنس طالما هو ليه هذه الاهميه الكبيره. هو ببساطه قدرتنا على معرفه مشاعرنا وانفعالاتها ومشاعر الاخرين وانفعالاتهم، وادير المشاعر دي، سواء بدير المشاعر الخاصه بي انا والانفعالات الخاصه بي انا، او الانفعالات والمشاعر الخاصه بالاخرين، بغرض بناء علاقات اجتماعيه وعلاقات وظيفيه وعلاقات أسرية أفضل. يبقى بالتالي هو ببساطة أن أنا بعرف مشاعري وأعرف أديرها إزاي، وأعرف مشاعر وإنفعالات الآخرين وأعرف أديرهم إزاي. طيب هو متكون من خمس حاجات، يعني عشان نتدرب عليه أو عشان نعرف إيه هو الذكاء الإنفعالي لازم نعرف خمس حاجات، خمس مراحل نمر بيهم ونعرفهم، بحيث أن هما اللي هيفيدوني في معرفة الذكاء الانفعالي اللي بيمثل 80% من نجاحي، او بيمثل تلتين النجاح، بصرف لو انا الكفة لوحده هو ليه تلتين النجاح، والكفة التانية فيها كل حاجة، كل اللي درسته وكل اللي عرفته وكل خبرتي فيها كل حاجة، هو الواحد واخد تلتين. اول مرحلة دي مرحلة الوعي الذاتي، او اللي هي السلف اويرنس، ان انا افهم
انفعالاتي، افهم الحاجات الانفعاليه اللي عندي. بمعنى ان انا زي هجيب النهارده مثلا ورقه كده بيضه واعمل فيها تقييم حقيقي لنقاط القوه ونقاط الضعف اللي عندي، تقييم حقيقي، مش هاخد خالص ديفنس عن نفسي، ولا هقول ان انا بتنرفز لما يبقى في حاجه معينه نرفزتني، او ان انا ببقى كويس جدا بس الحاجه دي لما بتحصل هي اللي بتدفعني ان انا بأدي الفعل ده. لا، هعمل تقييم حقيقي ليا انا، فبالتالي هعمل تقييم حقيقي في واقعيه، في صراحه، في ان انا واثق من نفسي، في ان انا عايز ابقى احسن. فبالتالي بعمل تقييم حقيقي لكل الحاجات والانفعالات اللي عندي. احنا لازم عشان نعمل التقييم ده لازم نبقى فاهمين ان كل الحاجات اللي هي بتأثر علينا اثناء اليوم، سواء كانت بتضايقنا جدا او بتفرحنا جدا، دي اسمها ايموشن. يعني انا في الشغل وجالي حاجه، جالي مكالمه تليفون، جالي شخص قال لي كلمه، وات ايفر، ساب عندي ايموشن. الايموشن ده اللي هو مؤثر خارجي اثر عليا واثر على انفعالاتي. دي المرحله دي اسمها مرحله الايموشن. الايموشن ده لو طول كتأثير او طول كوقت عليا بيتحول الى فيلينج، بيتحول لشعور. الفيلينج ده لو طول برضو، لو طول كوقت او لو طول كتأثير عليا، بدخل في مرحلة تانية، مرحلة بقى انترنال اللي هي نسميها ايه؟ المود. المود بمعنى ايه؟ المود بمعنى حالة مزاجية. يعني انا ممكن اجي كده من حاجات كتيرة اثرت فيا اثناء اليوم، سواء كانت الحاجات دي ضغوطات او سواء كانت الحاجات دي حاجات تضايق، دي مرحلة الايموشن. الايموشن ده لما طول اتحول لشعور او فيلينج، الفيلينج ده حول لي اني حالتي المزاجية طول اليوم ده داخليا بقيت متضايق او بقيت فرحان. ساعات كتيرة جدا انا ببقى المود عندي كلنا عالي او كويس وانا مش عارف ليه، او ساعات العكس بيبقى المود ده نيجاتيف مود وانا مش عارف ليه. ده بيبقى نتيجة للايموشن اللي حصلت اثناء اليوم اللي هي اتحولت لفيلينج وبعد كده اتحول لمود. المود ده او حالة المزاجية اثناء اليوم دي برضو لو طولت كتأثير او كوقت بتتحول الى اتيتيود. اتيتيود بمعنى احب او اكره. يعني هنفترض مثلا ان واحد منتظر ان هو يترقى خلال هذا الاسبوع، منتظر ان الشركة اللي هو فيه تتصل بيه تقول له انت هتترقى خلال هذا الاسبوع، فجاله تليفون ان انت مش هتترقى، ان في حد تاني تم اختياره. كده مود. المود ده بعد فتره هيتحول الى فيلينج، ان هو يحس بالاضطهاد ويحس ان هو مظلوم في شغله، ويحس ان هو مش واخد حقه، ويحس ان هو بيدي كتير ومش واخد المقابل في الشركه دي والى اخره. بعد كده هيتحول الى هذا الفيلينج، يتحول الى مود او حاله مزاجيه، ان هو هيروح البيت متضايق وهيتعامل مع اصحابه بضيق وهيتعامل مع اسرته بعصبيه والى اخره. كل ده من حاجه ما لهاش علاقه بيهم، لكن هو من حاجه مؤثر خارجي حصل معاه خلاه ابتدى يبقى مؤثر داخلي، او اللي هو المود او اللي هو الحاله المزاجيه. بعد كده بينقلب معاه الى اتيتيود، هيكره الشغل وهيكره مديره وهيكره الظروف اللي عنده في الشركه الى اخره. المرحله الاخيره بقى لو الاتيتيود ده طول بيتحول الى بيهافير، سلوك. السلوك ببساطه هو اي حاجه انا بقولها او بعملها او الناس بتلاحظها عليا. يتحول بقى ان هو بيتخانق مع مديره، يحاول ان هو يتخانق مع زمايله، يتحول ان هو يقوم بفعل، يروح يقدم شكوى في الشركه عنده، يتحول بعد كده كمان لدرايف. درايف يعني محفز او موجه. يتحول ان هو يبدا يكلم زمايله التانيين اللي في شركات تانيه انه يشوفوا له شغلانه، يحاول ان هو بقى يبدا يفكر او يقدم فعلا يكتب استقالته، يبقى بالتالي اتحولت الى درايف. كل التسلسل ده كله اللي احنا بنتكلم عليه هو السيلف اويرنس، ان انا اعرف نفسي، اعرف من الاول خالص ايه اللي بيضايقني في مرحلة الايموشن، واللي بيضايقني ده امتى بيتحول لفيلينج، والفيلينج ده امتى بيتحول الى مود، والمود ده امتى بيتحول الى بيهيفير. انا مش عايز اوصل لمرحلة البيهيفير دي، مش عايز اوصل لمرحلة اني المشاعر والانفعال يبقى هو اللي مسيطر عليا وهو اللي بيوجهني وهو اللي بيحركني وبالتالي بيلغي لي عقلي. فانا عايز اعرف من الاول اللي انا هكتبه في الورقه البيضه اللي انا هجيبها النهارده، هكتب فيها كل الحاجات اللي بتحصل بتاثر من اول الايموشن عندي، من اول مرحله، سواء كانت حاجات بتفرحني قوي فبالتالي بتخليني خارج شعوري، او العكس بتضايقني جدا او بتضغط على اعصابي جدا وبالتالي بتخليني خارج شعوري. يبقى اول مرحله انا هعرف نفسي، اول مرحله هي مرحله سيلف اويرنس،
انا بعرف ايه الحاجات اللي هي بتأثر فيا وبتتحكم فيا وبتلغي لي العقل او بتلغي لي الحكمة اللي هي عندي. من اكثر الحاجات اللي هي بتأثر علينا وبتمر بالمراحل دي كلها وتخلينا كمان في البيهيفير او الدرايف ندي بيهيفير او درايف نيجاتيف وتأثر علينا وعلى علاقاتنا بآخرين، اول حاجة الغضب. الغضب لما بيتحكم مننا فعلا بيلغي لنا الحكمة اللي عندنا، وفعلا بيلغي لنا حاجات كتير صحيحة احنا ممكن نقوم بيها لكن ما بنقدرش نقوم بيها لان الغضب هو اللي بيبقى مسيطر علينا. الغضب مش حله ان انا اروح احكي لحد، ان اروح احكي لحد انا غضبان من ايه، ان اروح احكي لحد ده بيبقى كويس قوي لو هو حزن، لكن لو مش غضب. فالغضب من الحاجات اللي هي لما بتسيطر على كتير مننا بتدي بيهيفير سيء جدا، وبيدي بيهيفير هو نفسه بعد ما بيعدي مرحله الغضب بيستعجب وبيستغرب ازاي هو نفسه قام بالفعل ده، وازاي هو نفسه قال الكلام ده، وازاي هو نفسه قام بالحلول اللي هو عملها دي، فهو نفسه بيندهش ازاي هو عمل كده. تاني حاجه سلوك بيهيفير نيجاتيف بوصل له غير الغضب اللي هو الاحباط، الدبريشن. الدبريشن مشكلته ان هو بيوقف العقل، بيعمل يعني لو احنا بنتكلم في الاول على الغضب، الغضب بيخليني ادي فعل انا بعد كده لما بفكر بحس اني فعلا انا لو في حاله طبيعيه كان عمري ما هعمل كده. دي مشكله الغضب. مشكله الاحباط انه بيوقف العقل، بيعمل ستوبنج للثينكينج، بيوقف لي حتى لو في حل والحل ده قدامي والحل ده انا ممكن اعمله وممكن اخد بيه، بيوقف لي دماغي، بيخليني دماغي تعمل يحصل لها ستوب. فالاحباط من الايموشن السلبيه جدا اللي هي بمجرد مفروض اول ما بتيجي عندي في الايموشن ابقى عارف اني ما توصلنيش لبيهيفير غلط اخده واندم عليه. الحاجه الثالثه في السيلف اويرنس اللي هي من الايموشن او من الحاجات السلبيه اللي لازم اتخلص منها خوفي، وخصوصا خوفي من الفشل، الفير او الخوف، سبيشالي فير اوف فيلير، لان ببساطه الفير اوف فيلير ليدز تو فيلير. لدرجة ان في كتير من الدراسات اللي اتعملت او من الابحاث اللي اتعملت قالت ان الاحباط نفسه او الفيلير نفسه مش مشكلة، لان ما فيش حد ما بيحبطش، كلنا بنحبط لكن مش كلنا بنكمل بعد الاحباط. كتير جدا مننا قبل الامتحان بيبقى ماسك الكتاب او ماسك ورقة او بيذاكر فيها، بيبقى عايز يحفظ جملة او سطر لكن مش قادر، ويفضل يكرر فيها كتير جدا وتاخد معاه وقت كتير جدا، مش قادر. ليه؟ لان عنده فير اوف فيلير، الخوف من الفشل. الخوف من الفشل ده واحد من الفيلينج والايموشن اللي يؤدي بيك لبيهيفير اسوأ من الفشل نفسه. فبالتالي عايزين كلنا نتخلص من الفير اوف فيلير، لان ده واحد من الحاجات اللي بتؤدي لنيجاتيف بيهيفير برضو او سلوك سلبي انت مش متوقعه او مش متوقع نتائجه. يبقى اول مرحله عرفنا انفعالاتنا وعرفنا الانفعالات اللي عندنا سواء السلبية او سواء الايجابية لكنهم بيؤدوا الى بيهيفير انا ما كنتش متوقعه او الى سلوك انا ما كنتش متوقعه. السلوك ده لما بقعد احلل فيه بعد فترة بكتشف ان انا كان لا يمكن اعمل هذا التصرف او هذا السلوك. بعد ما عرفت عن نفسي او بعد ما عرفت ايه انفعالاتي بدخل للمرحلة التانية في الايموشنال انتليجنس. المرحلة الثانية في الايموشنال انتليجنس اسمها سيلف مانجمنت او سيلف ريجوليشن. سيلف مانجمنت او سيلف ريجوليشن معناها ان انا هبدا في المرحلة دي بمجرد ما يحصل الايموشن اللي عندي اللي هو بيوصلني للبيهيفير اللي انا مش عايزه بوقف المرحلة دي. بوقف كل الديسربتيف امبلس، بوقف كل الحاجات السلوكيات والتصرفات السيئة من مراحلها الأولى من أول الايموشن بوقفها. مش هستنى لما توصل لبيهيفير ويحصل التصرف وبعد كده انا نفسي بندم على التصرف اللي انا عملته، لا ده انا من اول الايموشن هبدا اوقف المرحله دي، بمعنى ان انا هبدا اعمل لنفسي ايموشنال سيلف كنترول. الايموشنال سيلف كنترول ده ان بمجرد ما بيجي لي الايموشن الخارجي ما بوصلوش للفيلينج او ما بوصلوش للمود اللي هو الداخلي وبالتالي ما بيوصلش للبيهيفير. ازاي بعمل كده؟ لان انا من اول مرحله عملت سيلف اويرنس، عرفتهم وكتبتهم عندي وعرفت ان الحاجات دي مكالمه التليفون دي او التصرف ده او الشخص ده او 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 هو اللي هيوصلني للبيهيفير اللي انا مش عايزه. فوانس ان يحصل لا انا هعمل ايموشنال سيلف كنترول،
هسيطر على نفسي ومش هخلي السايكل دي تمشي زي ما هي. كل ما اواجه كل يوم او كل لحظه بواجه فيها الديسربتيف ايموشنال، بخلي الديسربتيف ايموشنال دي اندر كنترول، بخلي الايموشن دي والمشاعر دي تحت تصرفي انا، مش انا اللي ابقى تحت تصرفها. دي بتيجي ازاي؟ بسيطه جدا، ان انا افكر قبل الفعل، think before act، افكر قبل الفعل. قبل ما بعمل اي فعل، خصوصا ان انا ببقى عارف ومحدد من المرحله الاولى الحاجات دي هي اللي هتخليني اؤدي البيهيفير ده، لا انا هفكر قبل ما افعل. او ان انا لما يحصل الحاجات اللي هي ديسربتيف امبلس دي اللي هي بتضايقني او حتى ايه بتفرحني جدا بس بتخليني انا مش اندر كنترول نفسي، هاخد نفس عميق واعد بطريقه عكسيه، هعد 3 2 1، هعد بطريقه عكسيه. الرياضه برضو من الحاجات اللي هي فعلا بتخلي الايموشنال سيلف كنترول عند الواحد بيبقى عالي. داخل السيلف مانجمنت او السيلف ريجوليشن احنا اتكلمنا على الحاجه الاولانيه فيها اللي هي الايموشنال سيلف كنترول. الحاجه الثانيه سيلف موتيفيشن. سيلف موتيفيشن بمعنى ايه؟ ان انا احفز نفسي بسرعه، ان انا اتاقلم مع المواقف الصعبه اللي هي حصلت دي بسرعه. انا خلاص عرفت في المرحله الاولى عرفت الحاجات اللي هي بتخليني اعمل حاجه انا مش عايزها، بعد كده اول ما بتحصل بعمل كنترول لنفسي، مش هوصل ابدا لمرحله ان انا اعمل بيهيفير انا مش عايزه نتيجه ان انا تحت مؤثر خارجي ما. اضف على ذلك ان انا كمان احاول ارجع موتيفيتد، واحاول تمام ارجع احفز نفسي ان انا ادخل في وضعي الطبيعي بسرعه، او ارجع بسرعه الى ان انا احسن ادائي مره تانية. يعني انا مش هكتفي بان انا هوقف نفسي واعمل كنترول لنفسي وبس، لا ده انا كمان هستغل المواقف الصعبه اللي هي بتحصل دي، هستغلها واشوف الاتجاه او التفكير البوزيتيف في هذه المواقف. ازاي استفيد من الموقف الصعب اللي حصل ده؟ مش ان انا اوقف نفسي وبس، لا ده انا كمان ان انا هستفيد منه وهفكر فيه، وهفكر فيه بشغف، وهفكر فيه بكل طاقتي، وهفكر فيه ان انا هبقى بيرزست، ان انا استغل الموقف ده اللي هو كان في الحالات العاديه بيضايقني ويوصلني البيهيفير اللي انا مش عايزه، لا ده انا هستغله في ان هو كمان يوصلني البيهيفير انا عايزه، ويوصلني البيهيفير يقربني من النجاح اللي انا عايزه، ويقربني من الخطوات اللي انا عايزها. لو عرفت اعمل كده انا كده بالتالي انا يعني هوصل لدرجه كبيره جدا، انا هحول الامبوسيبل لبوسيبل، هحول المستحيل لممكن، هحول الحاجات في حياتي اللي هي كان لا يمكن اتخيل ان انا احققها الى ان انا اقدر احققها واقدر اوصل لها. المرحله اللي بعد كده، بعد ما انا عملت لنفسي، بعد ما عرفت الحاجات كل الانفعالات اللي هي الديسربتيف امبلس اللي بتاثر عليا، عرفت اعمل لها كنترول، وبعد ما عرفت اعمل لها كنترول حفزت نفسي ان انا ارجع مره تانية بسرعه للوضع، استفيد من الموقف اللي قبل كده كنت بشوفه موقف سيء لموقف ان انا اخده كموقف نجاح، واخده كموقف ان انا بحاول فيه المستحيل اللي ممكن، هبدا اطلع بره دايره نفسي، هبدا ابص بقى لدايره المحيطين بي، دايره الناس اللي حواليا، زمايلي في الشغل، اسرتي، اصحابي، هبدا ابص للمرحله السوشيال، مرحله ان انا كانسان في حواليا مجموعه اخرى من البشر انا بتعامل معاهم. عشان اتعامل معاهم لازم اكون عارفهم، يعني لازم اكون اوير بيهم، بالتالي لازم يبقى عندي سوشيال اويرنس، لازم يبقى عندي وعي اجتماعي. وعي اجتماعي بايه؟ وعي اجتماعي بفهم احتياجات الناس اللي حواليا، فهم الاحتياجات العاطفيه ليهم، فهم وجهه نظرهم، فهم اهتماماتهم، فهم هما بيفكروا في ايه، او بمعنى اخر فهم الايموشن بتاعهم. الايموشن بتاع الناس اللي حواليا لو انا فهمته مش كافي، انا لازم افهم الايموشن بتاعتهم، انفعالاتهم، والحاجه الثانيه اللي احنا هنطلق عليها كمان الايموشنال ميك اب. الايموشن مش كلها اللي بيبينها لي الناس اللي حواليا مش كلها بتبقى صادقه، لا فيها حاجات بتبقى صادقه وفي حاجات كمان بتبقى تجميليه، هما بيبقوا عايزين ساعات يبعتوا لي رساله معينه من تصرفاتهم، من كلامهم بطريقه معينه، بيبقوا عايزين يعني بيتجملوا ان هم يوصلوا لي فكره معينه او مشاعر معينه. فبالتالي انا لازم افهم احتياجاتهم، اهتماماتهم، لازم يبقى عندي سوشيال اويرنس بكل الايموشن بتاعه الناس اللي حواليا، واقدر اقرا الايموشن دي، اقرا الايموشن دي بغرض ان انا اقدر في المرحله اللي بعد كده اتعامل مع هذه الايموشن، واتعامل مع المجموعه اللي موجود فيها.
فهم الاحتياجات للناس اللي حواليا دي متطلب مني حاجتين. الحاجة الأولانية امباسي، امباسي بمعنى إبداء التعاطف، إني أنا دايما كفيشال اكسبريشن أو كمشاعر باينة على وشي أو كبودي لانجوج كحركات جسمي بحاول آخد نفس الفيشال اكسبريشن والبودي لانجوج بتاعة المجموعة اللي أنا موجود فيها أو بتاعة الشخص اللي أنا بسمع له، بحاول آخد نفس وجهة النظر أو نفس طريقة التفكير اللي هو بيتكلم بيها عشان أقدر أوصل له، عشان أقدر أفهم هو بيقول كده ليه، وبحاول بصورة كبيرة بصورة كبيرة أبديله موافقتي على ذلك. طيب هنا هنواجه سؤال، مش ده اللي أنا بقوله يعد نوع من أنواع النفاق الاجتماعي، إن أنا ببديله حاجة هي الحاجة دي مش عندي؟ الحقيقة لا. النفاق الاجتماعي بمعنى إيه؟ النفاق الاجتماعي بمعنى إن أنا بمتدح الناس اللي حواليا أو الناس اللي موجودين معايا او الشخص اللي انا بتكلم معاه بغرض ان انا باخد حاجه منه اعلى من الحاجه الطبيعيه اللي هو كان هيديها لي، يعني بغرض ان هو يرقيني، بغرض ان هو يديني فلوس اكتر، بغرض ان هو يديني حاجه قد يكون هو مش هيديها لي في الوضع الطبيعي. ده اللي هو النفاق الاجتماعي. لكن في حين الامباسي او ابداء التعاطف، انا بأبدي تعاطفي او بدي نفس الفيشل اكسبريشن المشاعر الوجهيه للشخص اللي قدامي او للمجموعه اللي انا موجود فيها بغرض ان انا بوصل لافضل بيرفورمانس ليا انا، افضل اداء ليا انا، افضل حاجه، افضل نتيجه في الشغل ممكن احصلها ليا انا، لكن ما بقولش لحد قدامي حاجات مش موجوده فيه او حاجات مش موجوده عنده. فبالتالي لازم ابقى فاهم الايموشن بتاعت الاخرين، مشاعر الاخرين ليه بيقولوا الكلام ده، ليه، والايموشنال ميك اب كمان اللي هم بيقولوه، عشان اوصل للسوشيال اويرنس بيهم، اعرف هم بيفكروا ازاي وبيقولوا الكلام ده وليه. من الحاجات التانية المهمة جدا اللي تهمني في السوشيال اويرنس اللي احنا بنطلق عليها اورجانيزيشنال اويرنس، يعني كمان انا لو موجود في منظمة، في شركة، في كيان، في مجتمع، ابقى فاهم القرارات اللي هي بتتاخد ليه، ابقى فاهم المجموعات اللي جوه الشركة والتجمعات اللي جوه الشركة اساس التجمع ده ايه، واساس، لان هو اساس التجمع ده هو اللي هيدي اساس القرار، وهو اللي هيدي اساس ان انا ابقى فاهم المجموعه دي وفاهم الشركه اللي انا فيها بتتخذ قرارات على اي اساس، او هي بتفكر ان كشركه ككيان انها تروح فين مثلا في الماركت في السوق، بتفكر ان هي عايزه تغير من سياساتها الفتره الجايه فبالتالي اتخذت سياسات او قرارات 1 2 3 4، بالتالي لازم ابقى فاهم ليه هي عملت الكلام ده او ليه هي فكرت الاتجاه ده. ده بيسهل كتير جدا من ان انا افهم الشخصيات اللي موجوده حواليا، فهمي للمؤسسه اللي انا فيها وللمجموعات اللي موجوده، للناس كمان اللي موجوده جوه المؤسسه. طيب يبقى احنا دلوقتي لو هنبدا من الاول، انا عرفت انفعالاتي اللي هي هتؤدي لي لبيهيفير انا مش عايزه، الانفعالات دي لما حصلت انا عملت كنترول عليها وسيطرت عليها كويس، ما خليتهاش هي اللي تقودني وهي اللي تتصرف فيا، عملت سيلف موتيفيشن لنفسي، وبالتالي الانفعالات دي لما حصلت استغلتها الاستغلال الامثل، واستغلتها استغلال ان انا ابقى متحفز ان انا اخد نتائج اعلى مما كنت متوقع، احول الامبوسيبل لبوسيبل، ابتديت افهم الناس اللي حواليا، سواء افهم الايموشن بتاعهم او الايموشنال ميك اب، كمان فهمت الشركه اللي انا فيها والاورجنايزيشن اللي انا فيها ليه بتتصرف او ليه بتاخد القرارات دي. يفضل لنا المرحله الاخيره اللي هي مرحله الريليشن شيب بيلدينج، او اللي هي مرحله ريليشن شيب مانجمنت. في المرحله دي بقى بنسميها مرحله سوشيال سكيلز. سوشيال سكيلز كفاءتي في اداره علاقاتي بالناس اللي موجوده حواليا. لازم يبقى عندي مقدار كبير، لو انا عايز اتمتع بالايموشنال انتليجنس لازم يبقى عندي قدر كبير من الكفاءه في اداره العلاقات. الكفاءة دي هتتمثل في ايه؟ هتتمثل في قدرتي على الارشاد وتحفيز الناس اللي موجودة حواليا، قدرتي على قيادة المجموعة اللي انا فيها بطرق مختلفة وفي مواقف مختلفة وفي اتجاهات مختلفة، تتمثل على قدرتي ان انا احل النزاعات والمشاكل اللي هي موجودة بينهم، خصوصا لو هم من خلفيات مختلفة، من اعمار مختلفة، من افكار مختلفة، بالتالي قدرتي على حل المشاكل دي هتعني ان انا عندي كفاءة في إدارة العلاقات اللي موجودة بينهم. ده هيديهم انطباع ان انا كقائد، قائد مقنع،
ان انا كقائد بقدر احل الخلافات اللي موجوده، واقدر احل او ادير السيتويشن اللي موجوده، وده هيديني قدره كبيره على تكوين شبكه كبيره من العلاقات، سواء في شغلي او في اسرتي او مع اصحابي او مع قرايبي او الاختلافات المختلفه اللي موجوده. الشركات لما بتيجي تختار مدير، المدير لازم يبقى عنده قدر عالي من الايموشنال انتليجنس. ليه؟ لانه بيعامل عدد كبير من الناس، وبيعامل عدد كبير من الاختلافات، وبيعامل عدد كتير من المواقف الصعبه. فبالتالي احيانا كتيره جدا نجد في الشركات اختاروا مدير لما يبقوا عاملين مسابقه للترقيه او اسسمنت خاص بالترقيه، نجد اختاروا مدير ما كانش متوقع ابدا ان يختاروا المدير ده. وحتى لو هم الشركه دي جابت شركه من بره تعمل لهم تقييم وتختار لهم مين المدير من وسط الناس الكانديديتس المترشحين للترقيه دول، برضه هتختار الشخص ده. فاحنا كلنا نستغرب نقول ده الباقيين اللي هم لم يتم اختيارهم دول، من وجهه نظرنا دول اشطر منه، دول اقدم منه، دول واخدين سكيلز او دورات او كورسز او حاجات علميه عنه، لكن هو بيتمتع فعلا بقدر كبير من الايموشنال انتليجنس. يبقى بالتالي الايموشنال انتليجنس دي زي ما احنا قلنا في بدايه الحلقه هي اللي بتجيب لي ترقيه. وكل ما التايتلز كبر، يعني كل ما انا بطلع بالتايتلز او بشوف التايتلز من اول الموظف اللي لسه داخل للفيرست لاين مانجر للميدل مانجر للتوب مانجر، كل ما التايتلز او كل ما الهيراركي بتاع الوظائف عالي، كل ما انا احتجت مدير عنده ايموشنال انتليجنس اعلى. مش معنى كده ان انا هلغي خالص الذكاء العادي، لا مطلوب، ولكن القدر ان هو دلوقتي بيبقى مطلوب منه يتعامل مع الشخصيات اكتر، مطلوب منه انه يتعامل مع مواقف اصعب، مطلوب منه انه يعرف فعلا يبقى عنده سيلف ايموشنال كنترول اعلى، وفاهم نفسه وفاهم قدراته وبيعرف يسيطر على اللي حواليه، وبيعرف يبقى قائد شاطر، وبيعرف يبقى قائد قوي، وبيعرف يحل النزاعات والخلافات اللي موجوده، بيعرف يعمل ريليشن كويسه مع الناس، وبالتالي يحل لهم مشاكلهم ويقودهم، وهو مقنع بالنسبه لهم كمان، persuasive leader، مقنع بالنسبه للناس دي وهم مقتنعين بيه كمدير او كليدر. لو احنا عايزين نلخص اللي احنا قلناه بالنسبه للايموشنال انتليجنس، هو ببساطه عباره عن ريكوجنيشن او اويرنس. الاويرنس ده انا بعرف فيه انا مين، بعرف فيه هو اي ام، بعرف فيه انفعالاتي، وبعرف فيه انفعالاتي دي بتوصلني لفين والى اخره. وفي جزء من الاويرنس ده سوشيال اويرنس، بفهم المحيطين بيا وبعرف انفعالاتهم وبعرف اهتماماتهم وبعرف الايموشن والايموشنال ميك اب بتاعهم. يبقى ده بالتالي جزء الاويرنس او جزء الريكوجنيشن. في جزء تاني اللي هو الريجوليشن. الريجوليشن ده سواء كان سيلف ريجوليشن او سيلف مانجمنت، ان انا بسيطر على نفسي وعلى انفعالاتي وادخل نفسي مره تاني في سيلف مانجمنت، او كمان كسوشيال سكيلز بسيطر على المحيطين بيا بعد ما عرفتهم وبعد ما فهمتهم. السكسس معتمد على الاي كيو والاي كيو، لكن الاي كيو بنسبه اكبر وبنسبه اعلى، ومش هينفع اكمل في الشركات او اترقى او اترقى او ان انا اخد مور اند مور بروموشنال تايتل ومور اند مور مانجيريال تايتلز من غير الايموشنال انتليجنس. المثال اللي احنا هنشوفه دلوقتي مع بعض ده مثال شفناه كلنا، يعني او اغلبنا كمصريين شافوا. كلنا نفتكر يوم الاحد اللي هو كان 8 اكتوبر 2017، دي كانت مباراة مصر والكونغو لو نفتكر مع بعض. دي كانت في تصفيات كاس العالم. المباراة دي احنا شفنا لاعبنا الدولي المصري محمد صلاح المحترف في نادي ليفربول الانجليزي قدم مثال حي منطبق 100% على اللي احنا بنقوله ليه بعد ما الجون اللي جابته الكونغو في مصر واصبحت النتيجه 1-1 في الدقيقه 86. اللي هو عمله هو يعني هو كان بيحكي مع في انترفيو مع الاعلامي عمرو اديب، يعتبر اللي قاله هو بالظبط الايموشنال انتليجنس بمراحله. يعني هو اول ما جه الجون اللي هو 1-1 في الدقيقه 86 وهو واقع على الارض، كان عمرو اديب بيقول له انت فكرت في ايه اول ما وقعت على الارض؟ قال له فكرت في كل الاحباطات اللي هي مرت بيا قبل كده في حياتي،
وان انا لما ببقى محبط، احنا قلنا الاحباط ده واحد من اكتر الحاجات السلبيه اللي بتاثر في البيهيفير بتاعي. قال له فكرت ان كل الاحباطات دي لما حصلت معايا قبل كده في حياتي ما ادتش النجاح وادت لبيهيفير سيء، فاضطريت ان انا اخلص منه بسرعه، اخلص من الديبريشن ده بسرعه واقوم بسرعه تاني، لكن اعمل موتيفيشن لنفسي بسرعه اللي هو السيلف موتيفيشن اللي احنا قلنا عليه. فبالتالي قام لما بيقوم بيحفز نفسه بيعمل سيلف موتيفيشن لنفسه، افتكر ان هو عضو في فريق او لاعب في فريق، فبالتالي هو مش هيقدر يعمل اي حاجه من غير الفريق كله اللي حواليه. حاول يحفز في الموجودين، قال ان انا وانا بحفز في الموجودين انا كنت فاهمهم وفاهم ان اشاره ان انا لما برفع ايدي ليهم هم بينفعلوا اكتر ويتجاوبوا معايا. حاول كمان يحفز الجماهير، قال لان انا عارف ان الجمهور المصري ده جزء من السوشيال اويرنس، عارف ان الجمهور المصري لما بيشوفني برفع ايديا والى اخره بيتحمس جدا معايا وبيدي نتائج عاليه جدا معايا. بالتالي وصل للسوشيال اويرنس والسوشيال كنترول ان هو قدر مع اللعيبه، وهو زي ما هنشوف الفيديو دلوقتي وهو بيسقف لهم وهو بيكلمهم بيقول لهم احنا هنغلب، احنا هنجيب الجون الثاني، صحيح الدقيقه 86 صحيح الوقت خلاص شبه خلص، لكن قدر يعمل كده، قدر يعمل كده بمرحله الايموشنال انتليجنس. وازاي الايموشنال انتليجنس دي كانت عنده وازاي فادته، لو هو بنفس مهاراته بنفس كل حاجه بنفس كل الحاجات اللي هي التكنيكال ابيليتي زي ما بنقول موجوده عنده، لكن مش عنده الايموشنال انتليجنس، كان هيبقى لعيب عادي. اللي خلاه النهارده لعيب عالمي المجهود والذكاء والافورت والتضحيات، لكن فوقيهم كمان حاجه مهمه قوي اللي هي الايموشنال انتليجنس، هي اللي فرقت بينه، هي اللي خلته النهارده واحد من احسن لاعبي العالم. نسيبكم مع الفيديو ونسترجع الذكريات الجميله، وان شاء الله نكمل تاني كتير في مرات جايه مع حضراتكم. شكرا جزيلا.